اليوم نحن من البراند الإيطالي فيورو اللي بيتميز أنه هو بيقدم أفضل المجوهرات والإكسسوارات بأسعار جدا مدروسة. اخترنا لكم مجموعتين ولا أحلى. هلا رح نتعرف على المجموعات المختلفة اللي أنا عم بحكي عنها اليوم. المجموعة الأولى هي المجموعة المكونة من الساعة والإكسسوارات اللي هي إسوارة خاتم سلسلة وحلق، وهي مجموعة مخصصة للسيدات رقم المتر 626-180، والمجموعة الثانية للرجال 626-170، وهي بتتكون من ساعة جدا أنيقة وأيضا تحتوي على 2 كفلينكس أو زوجين من البزم. راح نشوفهم هلا على الشاشة قديش إنهم فخمين وقديش إنه شكلهم كتير حلو. والحلو إن نحن مقدمين لكم ضمن فرصة الأسبوع يعني بسعر مثالي. المجموعة الخاصة بالسيدات 329 ريال سعودي فقط، والمجموعة الخاصة بالرجال ب 249 ريال سعودي فقط. طبعا المجموعات اللي نحن عم نحكي عنها اليوم جدا هاي كواليتي، ما راح اضيع الوقت ومباشره رح ننتقل للمجموعه الخاصه بالسيدات. هذه المجموعه لها خواص نفس المجوهرات. رح نشوف مع بعض ان الشكل العام للمجموعه جدا حلو، مطليه بالفضه وفيها كريستال الزيركون اللي بيعطي لمعه الالماس، فيها كل شيء اللي احنا بحاجه لإله، السلسال بالكريستال تبعها الحجم كتير كبير، الساعه بالتفاصيل اللي جواتها مثل القلوب، وحتى الاسوار تبع الساعه شكله جدا فخم. اما بالنسبه للاسواره والخاتم فشكلهم كثير كلاسيكي وما بتبطل موضتهم ابدا. بدي ارجع اذكركم رقم المنتج لهالمجموعه 626-180. اما كيف راح تكون الاطلاله وكيف ارتداء هذه المجموعه فخلينا نشوف مع بعض هيدا الكليب قديش انه المجموعه كلياتها شو ما كان الاوتفيت تبعك لابسه كثير دريس سيمبل، فيك ان انت تجملي هيدي الاطلاله بالمجموعه كلياتها. المجموعه فيها كل شيء انت بحاجه لإله، ما في داعي تلبسي اي شيء من برا. الاسواره فيك تلبسيها بايد لحالها، فيك حتى تجمعيها مع الساعه، يعني افكار مختلفه. هون على العبايه عن جد اللوك بيجنن. شوفوا هون الاسواره مع الساعه شكلها كثير فخم. رقم المنتج للمجموعه الخاصه بالسيدات هو 626-180. هلا ما رح طول على الرجال لانه اكيد حابين يتعرفوا على المجموعه الخاصه فيهم. طبعا المجموعه اللي عم نحكي عنها اليوم هي مجموعه بتتكون من ساعه وعدد 2 من البزام، طبعا بالوان مختلفه. الساعه جدا جدا فخمه وقديش انه عن جد كواليتي عالي، فالحركه تبعها حركه يابانيه وهي مضاده للمي وفيها نوافذ كثير عديده، والكفلينجز او البزم لونين، لون اللي هو روز جولد اللي كثير حلو واللون الفضي، فبيلبق على شو ما يخطر على بالكم. عن جد ساعه والسوار تبعها معمول من الجلد وهيك شكلها كثير حلو، بيلبق على كثير اوتفيتس فوق ما بتتخيلوا. خلينا نشوف كيف ممكن نرتدي هذه المجموعة. هذه المجموعة فيكم ترتدوها على الكندورة أو الزي الرسمي. شوفوا هون البزمة شكلها كتير فخم مع الساعة، التفاصيل والنوافذ الصغيرة، وشوفوا القطعات اللي كتير حلوة اللي موجودة بالبزمة، بتعطي طلة جمالية ولا أروع لطلة الرجال. أما بالنسبة إذا عنا ميتينج نو بروبلم، فينا نحن نرتدي الساعة على البدلة ويكون شكلنا كتير فخم. وهون عم نشوف البزمة الثانية اللي هي بلون الروز جولد واللي لها قصة كتير كلاسيكية وحلوة. هيدي هي المجموعة اللي أنا عم بحكي عنها اليوم واللي عم أعرفكم عليها. رقم المنتج لها هو 626-170. بشكل هيك أخير بدي أرجع أذكركم بالمجموعات المختلفة اللي نحن مقدمينها. المجموعة الخاصة بالسيدات ورقم المنتج لها هو 626-180، فيها ساعة والمجموعة الكاملة للإكسسوارات. أما بالنسبة للمجموعة الثانية وهي رجالية هي ساعة وعدد 2 من البزم، رقم المنتج لها 626-170. كل هيدا الشيء ضمن فرصة الأسبوع، أسعار مثالية. المجموعة الخاصة بالسيدات 329 ريال سعودي فقط، أما بالنسبة للمجموعة الخاصة بالرجال 249 ريال سعودي فقط. شو ناطرين؟ هلا صار الوقت إن أنتوا تحملوا سماعة التليفون وتتصلوا فينا على سيترس تي في. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrustv.com. يمكنكم أيضاً الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.